الحديقة الجزراوية لقينا طبعا هالمناظر الحلوة الخلابة، وفي طبعا أثاث قديمة، شغلات قديمة مثل التنور القديم، والأثاث بيعملوا مثل تماثيل وما تماثيل شغلات، يعني شيء مفرح للقلب. وفي طبعا فرق كردية، فرق عربية، فرق سريانية. طبعا هاي مبادرة كتير حلوة وكتير يعني مبسوطين نحن. اليوم نشاهد فعالية جديدة ومشروع جديد من اليو ان دي بي. نشاهد اليوم مبادرة البيت العربي القديم والبيت السرياني والبيت الكردي. البيت العربي يتمثل في العزف، والبيت الكردي يتمثل في البزغ القديم، والبيت السرياني في صناعة الفخار.